أعتبر شخصيا أن نقل الملكية وفاق سطيف إلى مجمع سون الغاز يعتبر قرارا تاريخيا، وبهذا القرار سوف يعيش الوفاق عهد جديد، عهدا جديدا، عهد العمل الجاد، عهد أكاد أقول الاحترافية، بغية الوصول إلى النتائج المرجوة. أولا ننجح في المرحلة الانتقالية، لا فاز دو ترانزيسيون، وهذه تكلمت عليها، هذا هدف، لأنه كي ننجح في المرحلة الانتقالية راح يكون هناك استقرار في الفريق، وبدون استقرار في الفريق ما تكونش نتائج. هذه الأولى. ثانيا تكلمت على أنه فريق وفاق الصيف يكون فريق محترف، أول فريق محترف بأتم المعنى. وثالثا وتكلمت عليها في التدخل تاعي هي التكوين، لأنه سبق لي وتحدثت باللي فريق ولادة للاعبين، تكلمت على عدة لاعبين، وبالتالي اليوم لازم نوفروا لهم الظروف الملائمة، مش بالكلام مش بالحديث. اليوم رانا نتكلموا على إنجاز مركز تكوين اللي راح يكون يعني ملك لوفاق الصيف.